راك نشور شد. لا شد بغيتي. عارف عارف عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيد المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرة والورى الجميع أحبابنا. صلى الله عليه وسلم. واللي ما عرفهاش كاينه في المملكه المغربيه، الخيرات والرواق الجاليه المغربيه والناس مال المدن الكبرى بالمملكه المغربيه، وكل مشاهد قناه الزيت والمرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. هيا لا ترجع لبنات ولاد، اليوم 7 في شهر 6 2023، الخيرات والرواق الجميع المشاهدين. تبارك الله. مع دي مركوس. الشركه القادره تبارك الله عليك. هذا الراجل قال لنا من يبدا تيسالي كما تشوفوا هنايا في الاربعه ولاد سعيد، الجوده الجوده تيقولوا الجوده جوده والقلعه الاولى. مرحبا مرحبا. الله يحفظكم لينا. مرحبا بزيادي. مرحبا. هات وليدي هات وليدي هات بكري في زيد. تهدر باش تعمل لي شعرك. تدا شتو يدوبل اخوي. الله يرضي عليك. انتم من المشاهدين تاعنا. تبارك الله على السلحات. الحمد لله. مرحبا. يلا تبارك الله. سبحان الله الفقير. دوش. تبارك الله على الزيت والمرجع. مرحبا بسيدي. هاد الخيرات تنوريو لجميع الحباب تاعنا. ونحيو الحباب تاعنا من طنجة الكبيرة في القرى في البادية. في المدن الصغرى والكبرى بالمملكه المغربيه. اهلا بكم جميعا. مرحبا. مثلا في الزيتون يقولوا الزيتون الاثمنة باذن الله. مرحبا مرحبا. قولوا الزيتون الاثمنة صحيح. شحال غير قولوا لهم اليوم؟ زوج دراهم ونص. لا قدامي. شحال؟ زوج دراهم ونص في المليح. تبارك الله. اما طيشة. اي مرحبا تو هو. مرحبا. مرحبا. ما تشوفش شحال باتيها؟ 8 دراهم 160. هادو الحباب تاعنا في الاربعة ولاد سعيد. تنحيو جميع المشاهدين قناة زيت المرجان في المكان. وانت شحال هاد البنانة؟ اهلا وسهلا كي داير بخير؟ مرحبا. الوقت البنان شحال درتو لي؟ 220. وياك البنان راجع مع الحال سخون. لا عاود طلع. لا لا دار عاود طلع. عاود طلع. حنا دابا زاد. عاد تنزيدو حنا وغينقص. ايوا هادي. كيفاش درتي؟ 1000 فرانك خاصك. وهاد التفاح شحال داير؟ 770 و400 و600 و700 و800. قلت لك راه غالي هو يلاه بديتي تراجع. قلت لك انا كنسمع الصوت ديالو ما عارفينوش كيدير. كاين في الفيسبوك شاد الحاولي. لا ما عمري ما دخلتوش فيسبوك. اي الحاولي معلم. اي شاد الحاولي انا. مرحبا. وهاد الخوخ هاد الشاهدية؟ 220 حيت درهم. درهم معلم. وهاديك مهايا وهاديك سويرة. لا هادي ديال العوامرة. تاع العوامرة. هاد العوامرة فين جاو بعد؟ الغرب. الغرب. مشيتو تا الغرب شفتو. كنجي يلا تبارك الله على سيادي. هادي كرتري دالونه دالونه لا هذا وهذا ولا غير هذا. لا دالونه وهذا هذا مش ويكا ولا تيكور. لا هذه شهديه دالونه. دالونه وهاد الخوخ ماشي دالونه. واخا هذا الصديق تاعنا هنا في الاربعة ولا سعيد. وكل الحباب تاعنا نحيو جميع المشاهدين. شحال؟ 10 دراهم. قويتي عليها 10 دراهم. وهاد الحار والحامض؟ حامض داير 10 درهم جملة داير. الحامض ويلي دايرها؟ طلعت دير الحولية زيتون. الحولية اخويا مالين الكسابة يقول لك رخيص والعيادة يقول لك غالي.
فاش تقول لي مراه غالي الكسابه يقول لك لا عندنا المصاريف عندنا الصاير والعلف غالي. الثمن مازال ما تحركش لان الناس ما ساكيش هذاك الشيء. ما عندهاش فين تدير باقي ما كاينش. لا كاين الناس اللي دات الحولي وخلاته عند الناس. حتى هو مصور. شحال الخيرات؟ 100 ريال. 3 واللي بغى بطاطا وحده شحال؟ 100 وهاد الماطيشه اللي هنايا 160 هاد الخيرات في 94 تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان في المكان اهلا بكم جميعا 8 دراهم كاين في الصندوق كي هاد وهاد الفكوس شحال دير؟ فكوس 80 وهاديك شحال قلتي لي؟ دير 100 درهم الحامض شحال داير؟ 1000 فرنك الكيلو 1000 فرنك الكيلو والحار؟ السير الرابع هنا قرعة الرطيلية شحال؟ هذه 160 وهاد الحمراء؟ 240 وهاد اللوبيا شحال داير؟ 120 شحال هاد الخيرات؟ 2 دراهم 2 دراهم شي شاور هاد الخيرات في 94 خيرات ولاد سعيد ولا في الأربعة ولاد سعيد؟ خيرات شي شاوة كتلاعب ولاد سعيد تتباع في ولاد سعيد مرحبا 40 تنوروا لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان واش تقول لهم خلصوا الكرة؟ خلصوا الكرة وخذوا الدلع خلصوا الكرة تركب واش هو هذا؟ من سوى العياد راه مغلاو كيف؟ الدلع واش خاسر خاص العيد خاصهم يرخصوا شويه فلاحة خاصهم والفلاحة تيتشكاو بلا عندهم مصاريف تاع 3000 وخا يكون مصاريف الدروش غاديروا نذبحوه نقتلوه الدروش احسن نعاون الجميع لا العياد ولا الفلاح الدلاح راه خلصوا على الكرا وخذوا اخويا خلصوا على الكرا تاع الكاميون خلصوا على الكرا ديال الكاميون وخذوا الدلاح انا ما هاني انا نخدم معكم بابو ما باغيش يتغدى ما باغيش يتغدى انا خلص الكرا لا شحال تاع ندير دجاج هذا عنده كوري ديال الدجاج ما يفرقش حتى تفرج بالسيمان طلعت لي الجلد انا كوري هذاك عنده انا العام كوري ان شاء الله الى كوري هذاك راه منطرق مش راه فرق عاد بوز طاير عاد القاسم اللي كيركب على العود خلصوا على الكرة خلصوا على الكرة ولا العود حياته الموت حياته الخطر باقي العود خلصوا على الكرة خويا لا ما كنت خلصوا باقي على العود العلو بلاد هدي دكالة اسمها زريولة بقيت طبيعية عجامة قديمة هدي ما بقاش تبان ما بقاش تبان قليلة 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 حاج بيت خمسة وهو الحاج أجرام اللي وبروا على الماطر ما بطولوش خمسين باش كاين هاد مليحة على حسابك ياك مرحبا 4 دراهم هدي دكالة؟ دكالة تبارك الله 4 دراهم هدي لي كيلو ايه بسم الله جاك خير شكرا لك يحلى ولا ما يحلى؟ يحلى يحلى شحال؟ ليمون العنابة الفرن هي 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 حق نوريه ولدك كيف تبغى الفرن الله يعين بعدكم تاش كاين اسي وشحال الخوخ اليوم 10 دراهم وهذيك الشهدي ديال اللي حداك ماشي 8 درهم لا 8 درهم باش تجيب لها هذيك وهاد التفاح الحامض التفاح كان 160 كيلو 600 ما عليكش وهاد هذا انا ناس كان كبو 6 درهم وكان يبيع 100 درهم ماشي 80 لا 100 درهم حتى الخيرات في السوق الاسبوعي ب 94 مرحبا الله يحفظك